فيه هلا اللي هو هلال الوثائق، هذا استحدثناه من شيء سنه، لقينا الارشيف البريطاني كشف مجموعه كبيره من الوثائق، ومنها واحنا بنفتش كان في وثائق تقريبا بحدود ال 50 ل 100 وثيقه لعائله الاقلام. هون اول وثيقه لحجه اسمها اسمات رشيد قبلاوي، طبعا هي من عيلة النعماني. عندها هي كانت اخذ الاخت، توفت الاخت اخذت الثانية. صحيح. واجاها اولاد. صحيح. اجاها هي احنا هي الكلام اللي عم تقوله هي. عنده اخ اسمه فؤاد وعنده اخ اسمه فوزي صح؟ صح. فؤاد هذا عمك. فؤاد افندي بيقولوا له بيروت. شعور كثير حلو. ممتاز. وبتمنى انه انا اوصف الحقيقه حتى انا اكون حقيقه. لان هذا نحن مش قاعدين بالحقيقه. مشردين. مشردمين هذا بيت قبلاوي برازيل، هذا بيت قبلاوي بصور، هذا بيت قبلاوي معه جنسيه. احكي لنا عن هاي الوثيقه، وثيقه ولاده لحضرتك؟ لحضرتي هذا انا. هاي صادرة من حكومة فلسطين؟ حكومة فلسطين، ماضى عليها فلسطين. شايف أنا صور قديمة من فلسطين. أنت ليش ما احتفظت فيه يعني أنت إلى الآن؟ شو بيعني لك هذا الكتاب؟ بيعني لي شغلة مهمة. أنا كل مدة بعد أولادي وبناتي هاي فلسطين. بفرجيهم الحقيقة، كيف تشردنا بالنهر جسر دامية بتاع الأردن. كيف عملوا المجازر، أنا على طول بعمل محاضرة لأولادي. لو الآن نحن عرضنا عليك التعويض وعرضنا عليك التوطين ونقول لك أهلا وسهلا فيك بلبنان، شو بتقول؟ وإنسى عكا وإنسى فلسطين. إنسى فلسطين، طب جيب لي بقى الدنيا، طب طوب للبنان وسوريا ومصر وما لا ضل. انا بدي اموت غريب، ما بدي اموت فيها، ما تقول لي هذا الكلام، انا بدي فلسطين. طب جيب لي بال الدنيا، طب طوب للبنان وسوريا ومصر وما لا ضل. انا بدي اموت غريب، ما بدي اموت فيها، ما تقول هذا الكلام، انا بدي فلسطين. ما بدي مال ولا بنيات، اللي بده بنيات راح ياخذها، واللي بده عمارات ياخذها، بده جبال ياخذها، بده انا ما بدي، انا بدي ارفع بلدي، اموت هنيك، عائلتي ماتت هون، بدي اموت هنيك.